يقول هانتر بايدن في جلسة مغلقة أمام أعضاء لجنتي الرقابة والسلطة القضائية في مجلس النواب الأمريكي يمثل تتويجا لجهود الحزب الجمهوري التي استمرت لعدة أشهر. فالجمهوريون يأملون في الحصول على اكتشافات يمكن أن تبرر المضي قدما في تحقيقاتهم الرامية إلى عزل الرئيس جو بايدن. فمصداقية تحقيقهم تعرضت لضربة قوية مع اعتقال المخبر في مكتب التحقيقات الفيدرالي ألكسندر سميرنوف وتوجيه لائحة اتهام له بتهمة اختلاق ادعاءات كاذبة بشأن مزاعم تلقي بايدن الأب والابن رشوة بقيمة 5 ملايين دولار لكل منهما من شركة بوريزما. لكن الجمهوريين قللوا من أهمية اعتقال سميرنوف مؤكدين أن مزاعمه لم تكن سوى جزء صغير من النمط الأوسع للفساد واستغلال النفوذ لعائلة بايدن. ويقول الجمهوريون أن هانتر صمم شبكة معقدة من المشاريع التجارية المربحة في الخارج اعتمدت بشكل كبير على نفوذ والده الدولي، وأن الرئيس نفسه استفاد ماليا من تلك المشاريع، وهي اتهامات نفاها الفريق القانوني لهانتر، فيما يجادل الديمقراطيون وبعض الجمهوريين بأنه لم يتم تقديم أي دليل حتى الآن يربط الرئيس بالأعمال التجارية لابنه.